انطلق اجتماع مجلس امناء الحوار الوطني لاستكمال تجهيزات بدء الحوار والمقرر انطلاقه يوم الثلاثاء من مايو القادم. كان المنسق العام للحوار الوطني ديار رشوان قد اوضح بان هذا الانعقاد ياتي في ظل الازمه الكبيره التي يعانيها السودان الشقيق وانشغال الراي العام المصري بها وتركيز الدوله المصريه على حلها سلميا ومعالجه اثارها العديده. إحنا في مراحل النهائية للتحضير قبل انطلاقه مباشرة والموعد بتاع الانطلاق يمكن تقرر بالفعل وفي تقدمات واسعة حصلت في كذا مساحة يمكن كل حاجة تخص هيكل الحوار أجندة الحوار المشاركين بتخلص بشكل نهائي النهارده يمكن متبقي أسماء النهائية للمشاركين وعلى جنب تاني يمكن لقينا استجابة رئاسية من أول مطلب يطلع من مجلس الأمناء بالأمر الخاص بمادة فترة الإشراف القضائي على الانتخابات فبالفعل في يعني تطورات ونتائج ملموسه حصلت في حاجات اتحققت والحوار لسه ما حصلش بمعنى انه مجرد الناس بتقعد مع بعضها ده إنجاز، مجرد الناس تتناقش في قضايا لم تكن بتتناقش فيها ده إنجاز الـ الـ مش الأفراد اللي هم 19 بتوع مجلس الأمناء زائد المنسق العام وليس الأمانة الفنية لا أنا بتكلم هنا على القوى السياسية المختلفة لم ما حدش كان بيتكلم في السياسه لفتره طويله بسبب التحديات الكثيره ومنها الارهاب وبالتالي حينما يجلس الناس ويتناقشون ويتبادلون الافكار ويحتدون في النقاش ثم يصلون الى نقاط كمب... وسط نقاط وسط فده في حد ذاته شيء جيد